بسم الله الرحيم. من القرآن الكريم قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. حسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم.